بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على السيتوسكيلتون ونواصل كلامنا عليه ونتكلم على المايكرو تيبيول. يبقى أنا عندي فيلمنت وعندي مايكرو تيبيولز. الفيلمنت خدنا فيها المايكرو فيلمنت والإنترميديت فيلمنت. نتكلم النهاردة على المايكرو تيبيولز أو النيبيبات الدقيقة. Largest cytoskeleton fibers دي أكبر طبعا ألياف موجودة في الخلية، أكبر هيكل خلوي. ده طبعا بتبقى عبارة عن سلندرز، عبارة عن اسطوانات. Each cylinder contains of 13 longitudinal rows of protein called tubulin، مصنوعة من مادة التبولين، موجودة في 13 صف طولي. Maintains a cell shape، الأساس فيها إن هي maintains a cell shape، لكن الفيلمنت كان دايما في عملية الموفمنت في الحركة. كان assemble and disassemble زي اللي هو المايكروفيلمنت أو الأكتين فيلمنت، ممكن يتفك ويتكون، يتكون مع بعضه وبعدين يتحلل داخل الخلية، وبالتالي ممكن يستطيل أو يقصر. كان assemble and disassemble and acts as a tracks، يبقى هي في الأساس بتبدي بتحافظ على شكل خلية، لكنها also act as a tracks، مسارات along which the organelles move inside the cytoplasm. السيتوبلازم بيبقى جيل لايك ستراكشر، وفي بعض الوضعيات ما لهاش وسائل انها تتحرك داخل السيتوبلازم، فممكن انها تاخد الايه التراكس الموجوده في السيل اللي هي عباره عن المايكرو تيوبيولز وتبدا تتحرك من مكان لمكان، لو زي الفيزيكال ده بالظبط كده. في بروتين موجود يرتبط مع الايه المايكرو تيوبيولز بواسطه الاي تي بي، يبدا يحرك العضيات from this place to other place، so it acts as a track أو مسارات along which the organelles move. Microtubule assembly، بناء الميكروتوبيولز هي كان assemble and disassemble. طب بنائها under the control، تحت التصرف وتحكم الميكروتوبيول organizing center اللي هو بسموه MTOC اللي هو بسموه السنتروسوم أو الجسم المركزي. During cell division طبعا في بداية أثناء انقسام الخلية، microtubules forming the spindle fibers. microtubules تستطيل أكتر في الحالة دي، بدل ما يسموها microtubule يسموها spindle fibers ألياف المغزل، وطبعا assist the movement of chromosome، وده طبعا بتساعد في حركة الإيه الكروموزومز داخل الخلية. during cell division هو الميتوزيس أو الميوزيس، انقسام الميتوزي انقسام الميوزي. Found in animal cell but not in the plant cell، موجودة في الخلايا الحيوانية ومش موجودة في الخلايا النباتية. Help in the movement of flagella and cilia، بتساعد في حركة الايه الأهداب والأصوات الموجودة خارج الخلية. Centrioles اللي هو الجسم المغزلي عبارة عن microtubules تريبلت، ثلاثي كده لو عديناهم كده نلاقي دايما ثلاثة، فبيبقوا موجودين في تسعة وحدات أو تسع حلقات موجودة بالشكل ده، بيسموه 9+0 تريبلت. Centrioles are short cylinders with 9+0 pattern of microtubules تريبلت. يعني لما تيجي تاخد ده اسمه سنتريول حاله كده، وده اسمه سنتريو، الاتنين دول مع بعض كده في الخلية يسموهم السنتروسوم، وده اللي موجود في الانيمال سيل ومش موجود في البلانت سيل. يبقى الاتنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ده اسمه السنتروسوم او الجسم المركزي، عبارة عن ايه؟ جسمين مغزليين اللي هو السنتريول الجسم المغزلي. طيب يبقى الاتنين مع بعض، واحدة بتبقى هوريزنتال والتانية بتبقى فيرتيكال، يعني واحدة افقية واحدة رأسية مع بعض كده كلهم، يبقى اسمه السنتروسوم او الجسم المغزلي. طيب الجسم المركزي، طب الجسم المركزي ده عبارة عن ايه؟ وحدتين من السنتريول. ايه هو السنتريول؟ السنتريول عبارة عن شورت سلندر، عبارة عن اسطوانات قصيرة زي ما انت شايف كده، with 9+0 pattern of microtubules triplet. يعني هو ده كده يبقى سنجلت، لو قلت لك اتنين مع بعض كده يبقى ده دبلت، لكن لو هم ثلاثة كده مع بعض يبقى ده على طول اسمه ايه؟ اسمه مايكروتوبولز تريبلت، 1 2 3. طيب لو عديت كده ده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت، لكن هنا في النص فيه موجود شيء، ما فيش، عشان كده بنقول عليه ايه؟ زيرو. يبقى 9 بلس
زيرو تريبلت ده موجود في السنتريول. هنتكلم دلوقتي على السيليا والفلاجيلا اللي هم عباره عن 9 بلس 2 دبلت مش تريبلت. طيب السنتريول اللي هو الجسم المغزلي may be involved in the microtubule formation which assembled during the cell division صح؟ لما اقول لك لو قال ان السنتريول هو بيساعد في تكوين المايكروتوبيولز او بيساعد في تكوين السبايندل فايبر الياف المغزل يبقى برضه صح. ليه؟ لان السنتريول الاثنين مع بعض من السنتريول واحده كده راسيه واحده افقيه مع بعض يسموهم السنتر السنتريسوم او الجسم المركزي. يبقى اذا كان الجسم المركزي بيكون الياف المغزل يبقى الجسم المغزلي برضه بيكون الياف المغزل لان دي الوحده التركيبيه بتاعته. Also السنتريولز يبقى بيكون الايه المايكروتوبيولز او سبايندل فايبر اثناء السيل ديفيجن. كمان بيدي حاجه مهمه قوي ان هو بيدي البيزل بوديز. طالما ان هو جنب النواه ده سنتريول وده سنتريول جنب النواه. وانس ان هو ليف ذا نيوكليوس اند ريتش تو ذا بلازما ممبرين اول ما يوصل تحت كده البلازما ممبرين في الحاله دي ما تقولش عليه سنتريول ولا تقول عليه سنتروسوم تقول عليه ايه؟ تقول عليه بيسل بودي جسم قاعدي. الجسم القاعدي لايك السيدز لايك السيد يبقى عامل زي البذره فروم ويتش ذا سيليا اور فلاجيليا جرو او ذا سيل. يبقى هو عامل زي البذره بتنمو منه السيليا لو كانت قصيره او طبعا الايه الاصوات لو كانت طويله. يبقى هو بيكون المايكروتوبيولز كمان بيكون السيليا والفلاجيلا لانه هو عباره عن الجسم القاعدي. السنتريولز ار كومبوزد اوف 9 مايكروتوبيولز تريبلت خلاص عرفنا ان هم 9 تريبلت. زي لاي رايت انجل تو وان انذر يعني واحده بتبقى افقيه واحده تبقى راسيه عموديين على بعضهم البعض يبقى عمودية زاوية قائمة كده. Within the microtubule organizing center اللي هو بيسموه الـ MTOC اللي هو الجسم المغزلي المركزي which is believed assembled during the microtubules at the time of cell division اللي هو طبعا بيقترح ان هو اللي بيكون المايكروتوبيولز او السبايندل فايبرز اثناء انقسام الخلية. السيليا والفلاجيلا طالما بنتكلم عن مايكروتوبيولز وبيتصنعوا برضه من مايكروتوبيولز اتكونوا منين السيليا والفلاجيلا؟ من السنتريول لما تتحرك تحت غشاء البلازمي وفي الحاله دي قلنا عليه ما نقولش عليه سنتريول نقول عليه البيسل بادي نقول عليه الجسم القاعدي. يبقى البيسل بادي ده هو عباره عن سنتريول لكن ده طبعا موجود تحت البلازما ممبرين موف سبستانس اكروز السيل سيرفيس ان ذا لانج اند فالوبيان تيوب زي السيليا ده بالشكل ده اللي انت شايفه ده ده عباره عن سيليا اهداف كبيره تبدا تحرك الديبري او تحرك الايه الاجز مثلا البويضه او الاوفم في حاله الايه الفالوبيان تيوب. لكن في التراكيه او القصبه الهوائيه تلاقي فيه السيليا وتتحرك الايه الداستس وتحرك الديبري موجود على سطح الخليه. طيب لما تكون الاهداف صغيره بيسموها السيليا لكن لما تبقى طويله كده بيسموها على طول فلاجيلوم اللي هو الصوت. طبعا ده بيستخدم في السيل موفمنت زي حركه الايه الحيوان المنو سبيرم. السيليا سمول ونيومرس طبعا قلنا ان هي لازم تكون قصيره تكون عديده على سطح الخليه. عند الفلاجيلا بتبقى لارج طويله لونج اند سنجل بيبقى عددها واحد سنجل واحد بس وتبقى زي ما قلنا 9 بلس 2 دبلت يعني ده واحد اتنين يبقى ده دبلت هتعدهم تلاقيهم تسعة لكن في النص هتلاقي فيه كمان اتنين مايكروتوبيولز عشان كده بنقول عليهم 9 بلس 2 دبلت اوف مايكروتوبيولز and are involved in the cell movement طبعا بيساعد في حركة الخلية كوكو. السيليا والفلاجيلا have the plasma membrane covering it طبعا موجود كده تحت البلازما ممبرين لما يجي ينمو فبتتغطى طبعا بالبلازما ممبرين. Each cellium and flagellum has a vessel body تم قلنا grow from it and at its base عند القاعدة بتاعته and grow from it. السيليا عند الفلاجيلا attaches the motor molecules في جزء بيسموه جزيئات حركية مرتبطة powered by ATP بتعمل بيه ال ATP allows the microtubules to interact and bind انها تتداخل مع بعضها وتنثني وبالتالي بتساعد في حركه السيليا
أو الفلاجيلا، وبالتالي بتساعد في حركة الإيه؟ الخلية. الجزء اللي هو اللي بيسموه السايد أرمز ده أو التاتش موتور موليكيولز ده باورد باي اي تي بي. وانس إن واخد الطاقة بتبدأ يحصل انثناء في المايكروتوبيولز. لما إنسان المايكروتوبيولز إنسان السيليا أو إنسان الفلاجيلا، وبالتالي بيساعد في حركة السيليا والفلاجيلا. زي ما انت شايف ده البيس البادي لايك السنتريول، لايك السنتريول كان عباره عن ايه؟ 9 بلس 0 تريبلت، لكن السيليا هتلاقي تبص تلاقي فوق كده هتلاقي عباره عن ايه؟ 9 بلس 2 دبلت. يبقى السنتريول البيس البادي 9 بلس 0 تريبلت، لكن السيليا والفلاجيلم عباره عن ايه؟ 9 بلس 2 دبلت. ده التركيب المختلف في السيتوسكيلتون او الهيكل الخليه اللي بيحافظ على هيكل الخليه زي السكيلتون بتاع جسمك كده. العظام في الجسم زي هي موجوده في الخليه عباره عن مايكروتوبيولز مصنوع من التوبيولين، المايكروفيلمنت مصنوع من الاكتين، والانترميديت فيلمنت مصنوع من الفايبرس بروتين. وده اشكال المختلفه، ده المايكروتوبيولز وده الاكتين فيلمنت وده الفايبرس او الانترميديت فيلمنت مصنوع من الايه؟ الفايبرس سب يونت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.